لو كنت بتعاني من مشاكل واضطرابات النوم، فعلبة النردين اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده هتساعدك في مواجهة المشاكل دي، بالإضافة إن هي هتساعدك في المشاكل اللي إحنا كاتبينها قصاد مننا دي. أنا فعلا عشبة جميلة ولها استعمالات شيقة. معكم الدكتور مصطفى حجازي، برنامج معلومة تهمك. عشبة النردين أو حشيشة الهر أو اسمها العلمي فاليريانا أوفسينانس، ده نبات زهري بيطلع في أوروبا وآسيا وبيستعملوه من سنين بسبب فوائده الكتيرة للجهاز العصبي، خاصة كعامل طبيعي مساعد للنوم. النردين له فوائد كتير خاصة للناس اللي بتعاني من مصاعب واضطرابات في النوم زي النوم المتقطع، ده لأن النردين بيساعد على الاسترخاء وعلى الشعور بالنعاس والرغبة في النوم، وده بيجي من خلال إعادة التوازن للنواقل العصبية اللي موجودة في المخ. النردين بس مش بيساعد في عملية النوم والكلام ويحسن جودة النوم من خلال إن أنا ما أقومش كتير تمام كده، لا، ده كمان في دراسة اتعملت في 2014 على 169 طفل من أطفال المدارس اللي هم أقل من 12 سنة على نقص الانتباه وفرط الحركة، وأثبتت دراسة فعالية كويسة جدا للناردين، لشاي الناردين مع الميليسا. والميليسا اللي بنتكلم عليها في فيديو اللي هو الإيه؟ اللي مكتوب اسمها الليمون بالم، تمام كده، وانا هحط لكم رابط الدراسه برضه اللي عايز يستزيد، تمام كده. وكانت نتيجه كويسه جدا في تحسين الانتباه وزياده القدره على التركيز وتقليل فرط الحركه عند الاطفال دولت. بالنسبه للجرعات، فاهمني، ممكن استعمل منها 3 جرام، نص معلقه صغيره يعني، 3 مرات يومي كشاي عشبي، تمام كده، يعني بحد اقصى يومي يعني من جذور الفاليريانا، لان الماده الفعاله والاستعمال مش للايه، مش للنبات من فوق، مش المجموع الخضري ده، الجذور هي اللي ايه، هي اللي ليها التاثير الطبي اللي احنا بنتكلم عنه، بحد اقصى يومي 9 جرام، او لو انا عايز استعملها للنوم هتبقى معلقه صغيره قبل النوم بساعه، بحضرها بالطريقه اللي موجوده قصادنا دي، يعني بجيب الميه المغليه وبحط عليها معلقه الايه او الكميه المطلوبه واسيبها تتنقع لمده 10 دقائق، تمام كده، بحيث انها تطلع كميه كويسه من الماده الفعاله بتاعتي، وبعدين أصفي وأحلي وأشرب وبالشفا إن شاء الله. طبعا الفاليريانا مش بس عشان اضطرابات النوم أو نقص الانتباه وفرط الحركة، لا، ده ممكن تستعمل لأي مشكلة أصلها عصبي، فاهمني، والانفعال أو قلق، فاهمني، زي الضغط العالي، إنها بتنظم ضربات القلب، بتقلل الضغط، تمام كده، إن الحاجات دي كلها مرتبطة بالانفعال والعصبية، فوجود الانفعال والعصبية بيؤدي لحدوث المشاكل دي. وطبعا متلازمة ما قبل الحيض اللي هي متلازمة ما قبل الدورة الشهرية اللي بتحصل للستات والبنات قبل الدورة الشهرية، اللي هو القلق والتوتر والكلام زي كده، الفاليريانا كويسة في الموضوع ده. القولون العصبي اللي احنا بصينا هنلاقي فيه أدوية فعلا موجودة في السوق بتستعمل لكده، والنيورالجيا التهابات الأعصاب زي السيدانيورين ده موجود عندنا في مصر، الدورميفال كمنوم ومهدئ، الدواء بتاع القولون ده الكولو ريستام، بالإضافة إن موجودة كمان في الجل بتاع الالتهابات اللثة، التهابات وتقرحات اللثة وتسنين الأطفال، ممكن تستعمل الأطفال الصغيرين عشان التسنين اللي هو الدولو جيل دوت، ممكن تستعمل للكبار لو في التهابات أو تقرحات في اللثة. فالنبات كويس جدا، له استعمالات قيمة جدا، تمام كده، سواء كان من النوم أو نقص الانتباه وفرط الحركة، أو سواء كان الضغط العالي او عدم انتظام ضربات القلب او المشاكل اللي احنا قلنا عليها كلها دي. المراجع الاساسيه اللي زي ما قلت قبل كده بعتمد عليها في ايه، في اي فيديو انا بعمله، بالاضافه ان انا احط لكم رابط الدراسه اللي قلت لكم عليها، لان مش هتلاقوها في الايه، في الكتب دهيت، هتلاقي الكتب ديت هحط لكم بردك الروابط بتاعتها بردك، بحيث ان انتوا ايه اللي فيكم برضك عايز يقرا في طب الاعشاب بشكل عام. طبعا يعني انا شفت فيديوهات كتير على النت، الناس كتير بتتكلم كلام بشكل كبير، ويمكن ناس كتير ما بتقتنعش بالفيديوهات اللي انا بتكلم فيها، يعني انا بتكلم لحد ما بحاول اتكلم بشكل فير، ما اقولكش ان الحاجه دي ساحره ولا حاجه دي هتجيب لك الدين من ديله، انا بتكلم يعني اللي معاكو عضو هيئه التدريس في كليه الصيدله تخصصه العقاقير والنباتات الطبيه،
فمنظوري للنباتات الطبية منظور اللي هو اللي هي سحر، تمام كده. انا بنتكلم المنظور العلمي، اخد قد ايه فيديني تأثير قد ايه، تمام كده. انما اتكلم بقى اقول لك ان العشبة دي هتاخدها وهتعالج لك كل الامراض وهتقتل لك كل مش عارف ايه، الكلام ده مش هينفع، مش هقوله ابدا، تمام كده. فاللي حابب يتفرج على فيديوهاتي بنفس المنظر كده كان بها، مش حابب يعني قدام منك السكة موجودة كتير والفيديوهات موجودة كتير للناس اللي بتقول أي كلام وبتحقق مشاهدات. كان معاكم الدكتور مصطفى حجازي، معلومة تامة، شكرا لكم كتير.